Bonsoir, chers amis, les amants de la langue française dans toute la République. أهلاً بكم أعزائنا طلبة وطلبة الثانوية العامة في حلقة جديدة من حلقات مدرسة على الهواء. قبل ما أفتتح الحلقة، يعني بحب إن أنا أعزي نفسي وأعزي أسرة البرنامج وأعزي كل محب اللغة الفرنسية في وفاة الإنسان الرائع مسيو عاطف كمال. طبعا كان صديق وكان معلم له قيمة وله فضل على يعني ناس كتير وعلى اللغة الفرنسية. أنا بكرر التعزية ليا ولكل أسرة اللغة الفرنسية في جمهورية مصر العربية في وفاة الزميل والصديق مسيو عاطف كمال. إن شاء الله قبل برضو ما أبدأ الحلقة وأقول هي الحلقة هيبقى فيها إيه، أنا برحب بضيفة جديدة معانا، الأستاذة منار ممدوح، موجه في وزارة التربية والتعليم، وإن شاء الله هي هتكون معانا في الفترة اللي جاية. أنا برحب بيها، أهلا بيكي مدام منار، مرسي وبسيب لك الكلمة لتقديم نفسك. مرسي مسيو خالد. بونسوار تو الموند. ان شاء الله اتمنى كل التوفيق لطلبه الثانويه العامه. ان شاء الله هبقى معاكم الفتره اللي جايه كلها مع مسيو خالد باذن الله، واتمنى لكل التوفيق باذن الله ان شاء الله. ميرسي مدام منار، طبعا بقدم برضو تعزيه بوفاه مسيو عاطف ربنا استاذنا جميعا ربنا يرحمه ان شاء ان الله شاء الله ويتقبله من الصالحين باذن الله. باذن الله. أعزائنا طلبة وطلبات الثانوية العامة، إحنا حلقتنا النهاردة فيها إين بتيت سوربريز، يعني مفاجأة صغيرة، هي الامتحان النموذج الثاني لشكل الامتحان الجديد ما يعرف أونتر جيمي ببوكلت. النهاردة إحنا هنشتغلوا مع بعض. الحلقة اللي فاتت إحنا قدمنا البوكلت رقم واحد وأخدنا الخطوط العريضة ل هذا الشكل، مش نقول هذا النظام عشان النظام كلمة نظام كلمة غير منضبطة، لكن هو شكل فقط لا غير، شكل جديد. وأنا بفكركم وبقول لكم إن شكل هذا الامتحان هو عبارة عن هو نفس المعايير بتاعت كل مادة، مفيش أي جديد نهائي، مفيش سؤال جديد نهائي. كل الموضوع إن إحنا جبنا الأسئلة أو النظام الشكل الجديد للامتحان البوكلت هيتعرض في كونتكست في اطار بس مختلف، بدل ما يكون ورقه واحده وش وظهر. وطبعا كم من العيوب وكم من الضغط العصبي على الطالب ان هو يدور على او ينقل الاسئله في وقت الامتحان المحدد، وده طبعا بياخد من وقت الأسئلة. النظام الشكل الجديد بتاع الامتحان بيساعده كتير جدا في ان هو يحل بأريحية بأعصاب هادية، مش هينقل حاجة من ورقة الأسئلة لورقة الإجابة. وأعتقد دي أنا بتكلم في فايدة واحدة، يعني أنا لو هنبدأ في فوائد البوكلت مش هنخلص، لكن هو الفايدة اللي أنا بتكلم فيها ديت هي إن هتؤثر لك وقتك كتير جدا، هتبقى مركز، كل سؤال هيبقى منفصل عن التاني، الوقت اللي انت كنت بتاخده في نقل الأسئلة مش هيبقى موجود، حتى الأسئلة المقالية اللي المفروض احنا بنجاوب فيها جمل كاملة، الجمل ديت متحدد لك سطور معينة عشان ما تعديش او يعني ما تاخدش السؤال، ما تديش للسؤال اكتر من ما يحتاج، لان ده كان في النظام القديم وكان نظام مش مفيد. لكن احنا في الشكل دوت انت هتلاقي السطور متحددة ليك بحيث ان انت حتى نفسيا تكون عارف مطلوب منك 7 جمل يبقى 7 جمل، مطلوب منك 3 جمل يبقى هما 3 جمل، ما تحاولش ان انت تتعدى هذه المعايير. في النهاية انت المستفيد، يعني في النهاية انت المستفيد، المصحح وهو بيصحح ورقتك لما يلاقيك عامل اللي مطلوب منك بالظبط، ده هيكون مفيد جدا ليك، مفيش داعي للكتابة اكتر من اللازم. طبعا انا يعني هسأل مدام منار على انطباعها
عن هذا الشكل وليست النظام، اللي هو شكل البوكلت. انطباعات حضرتك ايه عن الشكل دوت؟ يعني هل ده مفيد فعلا للطالب، او في وجهة نظر تانية غير اللي انا قلتها لا يعني؟ لا لا، مفيد جدا، ما فيهوش يعني الورقه هتبقى منظمه جدا. كفايه ان انت كلمه انا ما خدتش بالي من الجمله دي، ما خدتش بالي من السؤال ده، مش هتقدر تقولها، تمام. لان كل فراز موجوده محطوطه في اطار، في كادر صغير كده، مش هينفع تقول انا نسيت الكلمه دي او نسيت الجمله دي. تمام كل حاجه واضحه قدامك، يعني ما فيهاش لخبطه، تمام مش هتلاقي حتى الكلام دخل في بعضه، مش هتلاقي حاجه سطر فوق سطر، الكلام ده مش هيبقى موجود. الورقه واضحه جدا جدا. كويس. النظام القديم مدام منار كان الطالب بينقل الأسئلة اه في ورقة الإجابة، وبعدين ده كان بيعرضه للنسيان. يعني اكيد مثلا لو في سؤال كان صعب عليه ممكن يأجله لآخر الامتحان، فهو بيعرف منين ان هو نسي السؤال من ورقة الإجابة، فبالتالي هو كان بيضطر ينقل من ورقة الأسئلة لورقة لورقة الإجابة. الإجابة، فده كان بيتوهه أكتر، وكان بيطلع يكتشف ان هو نسي سؤال او سؤالين. هل ده موجود في لا لا النظام لا، في النقطة الشكل دي لا الجديد؟ يمكن، لأن أنت لما أنت بتراجع الورقة هتلاقي كل سؤال قدامك فين الأزرق بتاع تمام الجملة دي، تمام غير إن أنا عندي ورا في 3 ورقات عاملينها في المسودة، تمام تمام هتبص في المسودة كتبت إيه وهترجع تكتبها تاني. بالظبط الورقة ما فيهاش حاجة تدوخ أو تتعب أبدا. تمام. وبكرر بقول تاني، في نظام حل الأسئلة طبعا هو واضح مفيش أي لبس فيه نهائي، وهكرره تاني بسرعة جديدة جدا عشان نلحق نخلص الامتحان. بنقول إنه لو الطالب عمل اختيار، واحنا عملنا الكلام ده عملي الحلقة اللي فاتت، لو عمل اختيار وبعدين اكتشف ان الاختيار دوت مش هو الاختيار المظبوط، من حقه ان هو يعمل علامة فيه كده تمام على الإجابة اللي هو اختارها، وبعدين بيعلم علامة تانية على الإجابة اللي هي اللي رسخ ذهنه او استقر على ان هي دي الإجابة المظبوطة. وده هيستمر في كل ورقة الإجابة، في أي سؤال في الدوكيمون، في الجرامير، في أي سؤال لو اتلخبطت في إجابة اعمل عليها علامة فيه ما فيش أي مشكلة، واختار إجابة تانية وسودها كده بالقلم الأزرق. ما عندناش كريون، ما فيش قلم رصاص، عشان ما حدش يقول لك النظام دوت لازم فيه قلم رصاص. لا، مش ده خالص. احنا هتستخدم القلم الازرق فقط لا غير، مفيش قلم اسود، مفيش قلم احمر، مفيش قلم رصاص، هو قلم ازرق فقط لا غير. وبكده يبقى انت عرفت ايه اللي مطلوب منك بالظبط. برضه مسيو خالد، بس سمحت لي اتفضل. نقطة إجابتين للسؤال دي، خصوصا في الجزء بتاع شوازي، ايوه فهي مرفوضة طبعا، يعني تمام، ما اكيد ينفعش. عشان اكيد كده النقطة اللي حضرتك بتقولها لازم نحط علامة إكس، لو أنا حبيت أغير كطالب الإجابة بتاعتي تمام ضروري جدا حتة الإكس على الجملة اللي أنا مش عاوزها. بالظبط. طب نفترض مدام منار ان هو يعني عمل اجابتين، علم على اجابتين وما عملش على علامة إكس، هيتحسب السؤال كله بالظبط خلاص، يبقى غلط كانه هو بالنسبة له فقد السؤال خالص، كانه خالص. ما عملش حاجة. تمام حتى لو كان فيهم اجابة مظبوطة مش هتتحسب له طبعا، لان هو ما شطبش على الاجابة الاولانية اللي هو اختارها. يبقى بالشكل دوت يبقى احنا انت دلوقتي عارف ايه اللي مطلوب منك بالظبط، مفيش اي لبس تاني في اي حاجة. واحنا عموما منتظرين تليفوناتكم على التليفون اللي بيظهر على الشاشة في اي استفسارات عايزين تستفسروا عنها، في سواء اذا كان في المنهج او في الامتحان او في شكل الامتحان الجديد. احنا دلوقتي هنبدأ، يا ريت نبص مع بعض على اللاب ونشوف النموذج التاني من امتحان شكل البوكلت، اللي هو يعني احنا سباقين بيه، احنا اول مرة ينزل النهاردة، فبالتالي انتوا اول ناس تشوفوه. الامتحان بيبدأ طبعا بدو دوكيمون. احنا دلوقتي قدام الدوكيمون الاولانية، والدوكيمون الاولانية بتحكي طبعا، ميزة الدوكيمون انها قصيرة غير الدوكيمون اللي هي كانت في السنوات اللي فاتت. الدوكيمون اللي كانت في السنوات اللي فاتت كانت كبيرة، فبالتالي كل لما تروح تدور على إجابة سؤال بتاخد التكست كله قراية من الأ للزد عشان تطلع الإجابة. لا، ده هنا الدو دوكيمون قسموا لك يعني الحجم دوت بقى 50 50. دلوقتي تقدر تطلع إجاباتك
بسهولة، وهم سي كيستيون بس، 6 أسئلة زي ما أنت عارف. إحنا طبعا كنا اتكلمنا عن معايير الأسئلة قبل كده، فمش عايزين نكررها تاني. وأنت هتشوف بنفسك يعني. إحنا أنا ليه ما قلتش معايير الامتحان ده عليه كام وده عليه كام؟ لأن هو الامتحان نموذج قدامك، فأنت هتعرف كل سؤال عليه درجة. اعرف كده، الامتحان كل سؤال عليه درجة، فبالتالي في النهاية هيطلع لك الناتج 40 بوان، 40 درجة. هنقرا مع بعض كده بسرعة. بيقول لي voici les opinions de quelques élèves d'une école secondaire. Voici les opinions de quelques élèves d'une école secondaire. Adeline, j'adore jouer au tennis. Chaque jour, je passe une heure après l'école à m'entraîner au club. Yannick Noah est mon tennisman préféré. François, moi, je fais de la natation. Je nage au moins 3 fois par semaine à la piscine du club. Camille, j'aime le football. Même si je ne le pratique pas du tout, c'est mon frère qui le pratique 5 jours par semaine. Pauline, moi, je n'aime pas du tout le football. Pendant les vacances, chaque jeudi, je vais au club pour voir mes amis. Je relis le document. Voici les opinions de quelques élèves d'une école secondaire. Adeline, j'adore jouer au tennis. Chaque jour, je passe une heure après l'école à m'entraîner au club. Yannick Noah est mon tennisman préféré. François, moi, je fais de la natation. Je nage au moins 3 fois par semaine à la piscine du club. Camille, j'aime le football, même si je ne le pratique pas du tout. C'est mon frère qui le pratique 5 jours par semaine. Pauline, moi, je n'aime pas du tout le football. Pendant les vacances, chaque jeudi, je vais au club pour voir mes amis. Madame Manar, le texte qui est devant nous, le document, c'est-à-dire, si nous l'avons comme ça, قلنا ديت هتبقى مثلا عبارة عن ديالوج ولا ارتيكل. هما طبعا عارفين يعني ايه ديالوج، يعني ايه ارتيكل، ولا دي اوبينيون دي زيليف. يعني لو حبينا كده نعمل سنسيبيليزاسيون للدوكيمون، دي هتبقى هتصنف على ان هل ده يبقى ديالوج، ممكن يبقى ديالوج ولا ما ولا ولا مستحيل يعني. لا، احنا نراعي من اول السطر موجود، الكونسيني اللي موجوده موجوده ايه، راس السؤال موجود. برافو. ايه يبقى راس السؤال لازم. فعلا موضح له، بيقول له فواسي لي اوبينيون، يعني هذه اراء للطلبة. فلما نقول آراء يا جماعة، يبقى ما ننتظرش إن ده ديالوج. لو حتى سألني على إن ده ديالوج أو مش ديالوج، نو ده مش ديالوج، ده آراء. يعني طلبة بتبدي آراءها. وعلى فكرة أنا عايز أقول لكم على حاجة، النوع دوت من الدوكيمون موجود في النوفيل تكنولوجي، في التواصل الاجتماعي والإنترنت، هتلاقوا اللي هو الفوروم اللي هو المنتدى. طب ايه رايكم ناخد جهاد من الشرقيه ونشوف هتقول لنا ايه؟ ايوه، بونسوار يا جهاد، ازيك؟ عامله ايه؟ تمام الحمد لله. انت شفت امتحان البوكلت التاني ولا كان الاولاني بس يا جهاد؟ انا شفت الاثنين. يعني التاني ده نزل، انت شفتيه يعني؟ شفته. طب كويس، قولي لي سؤالك ايه. انا عايزه بس، هو في الدوكيومون ساعات ما بيبقاش فيه شوازي بس او بري وفو، ساعات بيجي اسئله مقاليه. تمام. طب انا في السؤال المقالي ده، لو ثواني بس قبل ما يعني لازم ارد عليك. تمام. مفيش اسئله مقاليه بالنسبه للدوكيومون، فيها دو تيب سولمون، يعني نمطين فقط لا غير. النمط الاولاني اللي هو الشوازي، اللي هو الكيو سي ام، اللي هو الاختيار من متعدد، والنمط الثاني اللي هو الفري والفو. غير كده اسئله على الدوكيومون مفيش. اصل بعض الكتب منزله اسئله مقاليه، فيعني في احنا ملناش دخل بالكتب. احنا بصي، عايز اقول لك على حاجه، لما تيجي تذاكر يا جهاد،
ذاكري من كتاب المدرسة رقم واحد. تمام. رقم واحد ليه؟ قولي لي ليه. كتاب المدرسة من أجمل ميزاته إن هو ما بيخرجش عن الإطار، عن الكونتكست اللي هو الكونتينيو ليكسيكال، اللي هو المحتوى اللفظي المسؤول عليه الممتحن اللي هيحط لك الامتحان. الراجل ده لما بيجي يحط الامتحان ما بيجيبش كتاب خارجي جنبه، هو الراجل بيجيب كتاب المدرسة جنبه. ليه؟ عشان كتاب المدرسة ده محدد بإطار معين من عدد الكلمات ونوعية الكلمات. يعني الامتحان في كل المواد هيجي من كتاب المدرسة؟ الله ينور عليك، خلاص كتاب المدرسة رقم واحد، أولوية رقم واحد كتاب المدرسة. احنا تمام بالنسبة للفرنسي، انت سامعني؟ تمام أو مع حضرتك. بالنسبة للفرنسي، مع احترامي لكل الكتب اللي انت بتقولي عليها، اولا عدد الكلمات وكم الكلمات اللي موجود في الكتب ديت مش معقول، وبعدين هتلاقي فوكابولير مش موجودة اساسا في الكتاب المدرسي. يعني هو من خطته، من الاستراتيجية بتاعته، ان هو بيحط كلمات يعني من وجهة نظره ان هي بتزود المعرفة بتاعة الطلبة او كذا، لكن ده بيبقى بنتيجته بيبقى عكسية. ليه بتبقى نتيجته عكسية؟ لان الطالب بيتوه، ما بيعرفش ايه الكلمة اللي عليه وايه الكلمة اللي مش عليه. ايوه فعلا. فاللي انا بقول لك عليه، انت هتمسكي كتاب المدرسة وهتعرفي بالظبط ايه من اول صفحتين في الجلدة كده، لما تفتحيها من الشمال هتلاقي في تابلو كبير كده داكور اسمه تابلو دو كونتينيو، هتعرفي بالظبط ايه الفوكابولير اللي عليكي، ايه الجرامير اللي عليكي، مش هيزود لك حرف واحد مش مقرر عليكي. خلاص تطمني خالص من الحتة دي، تحت امرك يا جهاد. نرجع تاني طبعا الكلام اللي احنا كنا بنقوله قبل الهوا. طلبة قلقانين، طلبة قلقانين طبعا. ومعلش برضو بعض الكتب الخارجية استغلت النقطة دي، هي عشان كده وزارة التربية والتعليم قالت هننزل دوت أو هننزل نماذج الامتحانات نراعيها. هنبص نلاقي في موقع وزارة التربية والتعليم البرامج التعليمية، هي دي الحاجات الرسمية اللي نبتدي نبص فيها. تمام. عشان احنا مش هنستغل نقطة زي دي، او احنا كوزاره مش هنستغل النقطه زي دي. بالظبط. نراعي بننزل ايه، بننزل على السيت بتاع الوزاره. تمام. برامج التعليم هتنزل الحلقه في اليوتيوب، مفيش طريقه ان انا بستغل. بالظبط. ازود والحق الكتاب فيه تمام، وعدد الورق بيزيد أيوة. وشكله يعني طبعا مع الاحترام لكل كل الناس، الكتب لكن طبعا هو طبعا. المنفعه اللي احنا غرضنا في النهايه الطالب، يعني هو الطالب ده هو الانجو. يعني الناس الزملاء اللي سمعاني عارفه كلمه انجو، يعني كلمه انجو يعني الغايه، يعني كمان ابعد من كلمه اوبجكتيف اللي هو الهدف. فالانجو اللي هو الغايه، اللي هو الطالب دوت لازم انا اقدم له كل ما يساعده مساعده حقيقيه، تمام، بصرف النظر عن اي شيء تاني. فاحنا بنكرر وبنقول يا ابنائنا طلبه وطلبات الثانويه العامه، لما تيجي تذاكر عايز تعرف ايه الكلمات اللي عليك اللي هي مرتبط، يعني الامتحان مرتبط بيها مش هيخرج عنها، افتح كتاب المدرسه وطلع الكلمات اللي في كل درس وتعرف على الكلمات دي، انت هتعرف بالظبط ايه الكلمات اللي هتجيلك في الامتحان. ده الكلام ده احنا قلناه كتير، ونشوف بقى الامتحان بتاعنا نكمله. احنا دلوقتي دخلنا في الكيستيون، الكيستيون هنحل الكيستيون، ويلا بقى معانا كده لو حد هيتصل ويجاوب معانا على الاسئله بتاعه الدوكيمون نيميرو 1. اول كونسينيا بيقول لي ايه، طبعا انتوا عارفين، بيقول لي شوازيسي لا بون ريبونس، شوازيسي لا بون ريبونس، اختار الاجابه المظبوطه. سيزيليف بارل، يعني الالاف اللي احنا شفناهم دلوقتي، سيز الاف بارل، بيتكلموا عن ايه، دي سبور ولا دي فاكونس ولا دي ليسي؟ يا ترى هما بيتكلموا عن ايه مدام منار؟ هو في ثلاث اختيارات، في دي سبور، ايوه، وفي دي فاكونس، وفي دي ليسي. نلاحظ ان احنا برضو عندنا الكونسيني موجوده في بالظبط والدوكيمون. طيب ايه رايك؟ تمام، نرجع تاني للدوكيمون. تمام، من نرجع الاول تاني للدوكيمون. ادي الدوكيمون اهي، هنلاقي كل واحد، يعني ادولين بتقول ايه، جادور جوي او تنس، وبعدين فرانسوا بيقول جو في دو لا ناتاسيون، وكامي بتقول جيم لو فوتبول، وبولين بتقول جو نيم با دو تو لو فوتبول بوندون.
les vacances, chaque jeudi, je vais au club pour voir. يعني في النهاية بيصب في إطار سبور. يبقى الاختيار الأولاني لما نيجي دو سبور. البار دو سبور. وبصوا بقى أنا هحل إزاي. لو تبصوا كده معايا على الشاشة أقول لكم تعلموا على الإجابة إزاي. آدي الإجابة علمنا عليها أهي. يبقى دي الإجابة المظبوطة. طب question numéro 2 بيقول لي Yannick Noah est un joueur de football ولا nageur ولا un joueur de tennis. لما نبص كده يا جماعة الاختيارات الثلاثة مدام منار الاختيارات الثلاثة بيقول لي un joueur de football ولا un nageur ولا un joueur de tennis. نرجع تاني عشان ندور على الكلمة اللي هنحدد عليها الإجابة. بالضبط. ادي الدوكيمون اهي. يا ريت نبص مع بعض هنلاقي ادولين بتقول ايه. بتقول كلمة في الرأي بتاعها. بتقول ايه؟ بتقول من اول الفراز جادور جوي او تنس و شاك جور جو باس اون اور ابري ليكول ا مونتريني او كلوب. وده وهنا في بوان. خلصت الجملة الأولانية كده. احنا ملناش دخل بيه الجملة اللي قالتها ديت لأن الإجابة موجودة في اللي جاي ده. بصوا ادي اللي جاي ده. جانيك نوا. جانيك نوا اي مون تنيس مان بريفيري. يا ترى التعبير اللي انتوا شايفينه قدامكم ده جديد عليكم ليه؟ لأنه ده من الكلمات الترانسبارون اللي هي الكلمات المستعارة من اللغة الإنجليزية اللي هو تنس مان اللي هو عندنا اون فرونسي تنس مان نطبق الطريقه ديت. فتنس مان ده مش فوتبولور ولا ناجور لكن هو جوار دو تنس. بالظبط كده باينه قوي. يعني حتى لو ربطنا بالانجلي مفيش مشكله. اكسبريسيون مع الانجلي بتبقى موجوده في اكتر. الله ينور. عشان كده احنا بنقول مدام منار ان احنا ان طالب اللغات بالذات أيوة. في بيربط. في اللغات في اللغات بيربط ما بين الانجلي. يعني هو لو هو شاطر في الانجلي هتلاقي فوكابولار كتيره مجرد بس ما يفكر في شكلها وصوتها هيفتكر انها في الانجلي في اللغه الانجليزيه. فسهل جدا ان هو يعرف معناها. دي بنسميها بالان فرونسي مو ترانسبارون. يعني كلمات مشابهه للغات اخرى بنشوفها عن طريق لغات اخرى. طيب هنعلم بقى على الريبونس نيميرو سي. هنعلم عليها بالطريقه دي اهي. ان جوور دو تنس. طبعا هيبقى ان جوور دو تنس. طيب انا نفسي كده اعمل حاجه غلط وبعدين اتعمد يعني ان انا اعمل حاجة غلط وبعدين اوريهم يعني يشوف يعمل ازاي صح الغلط ده ازاي. بيقول لي ادولين ام جوي. ادولين ام جوي او تنس ولا جوي او فوتبول ولا فير دو ناتاسيون. انا بقول لهم ايه بقى لما يجي لك سؤال خاص بحد وهو قال رأيه قبل كده. الموضوع ده سهل جدا ان انا اعرف الاجابة. يعني الوقت مش بالنسبة لي هيبقى سريع. اهو هروح لادولين والكيستيون بيقول لي ادولين ام. ادي ادولين في التكست اهي. نرجع تاني. ادي ادولين. داكور اهي. ادي ادولين بتقول ايه بقى؟ جادور جوي او تنس. خلص الموضوع. برجع لها تاني. ادولين ام جوي او تنس. طبعا انا كنت عايز اعمل جوي او فوتبول عشان طب نعمل جوي او فوتبول اهي. ودي طبعا انا بقول لهم ان دي الاجابه دي مش مظبوطه خالص. وبعدين بعد ما فكرت وقريت التكست مره تانية لقيت ان لا ده ادولين دي جوي او تنس مش كده. جوي او تنس. هروح معلم عليها كده ومنساش ان انا اروح عامل علامه كده علامه اكس على ايه؟ على الاجابه الخطأ اللي انا عملتها الاول بقى الشكل اللي قدامكم ده بالظبط. ومحدش يقول طب انا خايف للمصحح يقول ان انا شطبت وما شطبتش. لا ده هو ده من حقك لان هو ده النظام المتبع في شكل البوكلت الجديد. ثوازيام كيستيون او كيستيون سويفونت. بولين وبعدين لو فوتبول. يا ترى ام ولا ادور ولا ديتست. هنا الاختيارات الثلاثه فيهم حاجه غريبه مدام منار. يعني هو مديله ثلاث اختيارات فيهم اتنين شبه بعض اللي هو ادور وام. هل ده
يعني ممكن يعمل لبسة عند الطالب ولا ده ممكن يكون في لما صالحه؟ ارجع للدوكيومون هعرف ان ما فيهاش اي لبس. لما ارجع تمام للدوكيومون تمام هنكتشف انها ما فيهاش لبس خالص، هو بالعكس كده اداله الاجابه، بالظبط. ده مش ليه؟ هيبقى لانه فيه جملتين او كلمتين متشابهين وهو سايبها الله كده. ينور عليك، ايوه يعني هو الفيربين اللي هو ايمي وادوغي الاثنين يستحيل يستحيل يجوا مع بعض. يجوا مع بعض، مستحيل نختار واحده منهم ونسيب الثانيه، لان كده هتبقى الاجابه يعني فيها لبس كبير. لكن تعال نرجع ونشوف يا ترى التكست قايل ايه. ادي بولين اهي عندنا اهي، آخر بنت خالص. ايوه اهي بولين، مدام منار حافظه طبعا. هنا بتقول ايه بقى؟ بتقول موا جو نيم با دو تو لو فوتبول، بوندون لي فاكونس شاك جودي جو في او كلوب بور فوار مي زامي. لما تقول جو نيم با يا جماعه، جو نيم با، وبعدين بس مش جو نيم با بس، لا ده جو نيم با دو تو. طب لما بيستخدم دي تو مدام منار، يعني ده اللفظ الفوكابولير ده او الاكسبريسيون ده لما نستخدمه يبقى النفي ساعتها نفي عادي ولا نفي قاطع لا قوي؟ قاطع طبعا. اه وهنا ايه بس لو تلاحظ ان هو ادانا تحت او ادانا في الكيستيون المو الكونترير بتاعها بالظبط، بس هو عمل اكسبليكاسيون في الدوكيومنت، يعني شرح الكلمه او شرح الشعور بتاع البنت في الدوكيومنت. تمام. فتحت لما اجي اسال بسال بالمو والكونترير. اكسلون خيب يعني فاش اكسلون، حاجه ما صعبه فيهاش اي لبس، خالص. فبالتالي جو نيم با دي تو هنرجع تحت خالص كده اهو، واهوت هنعلم طبعا على ان هو دي تيست، لان هي قايله انها نيم با دي تو لو فوتبول، دي الاجابه المظبوطه. On passe à l'autre question. بيقول لي point joue au football. طبعا في عندي 3 personnes. عندي كامي وعندي le frère de كامي وعندي بولين. يا ترى انا عايز اسالك سؤال مدام منار، هو الدوكيومون بيبقى طبعا عليها 6 كيستيون. ايوه. وهل بالضروره ان هو ال 6 كيستيون دول يجيبهم ديركت ديركت يعني تري ديركت، ولا لازم كيستيون كده يبقى فيه حسبه، بيبقى فيه حاجه لفه شويه؟ طبيعي ان انا ادي لازم زي الدوكيوم الكيستيون اللي فات قلنا المو الكونترير بتاعها. تمام. برضو هنا هراعي ان انا مش كل حاجه ديركت، ما انا لازم بالاكيد اراعي حاجه. ليه بقى؟ لان الكيستيون نفسه اسمه كومبريونسيون. كومبريونسيون يعني ايه؟ يعني ان انا عشان احل المهاره دي بتحتاج استنتاج، محتاج اوبسرفاسيون، ملاحظه وحسابات معينه عشان اعرف الكيستيون دوت فعلا دي اجابته ولا هو اجابه اخرى، إجابة أخرى غير اللي هو يعني. طبعا هو يديك 3 اختيارات فيهم لازم الاجابه من الثلاثة. يمكن ده يراعي حتى النقطة اللي بيقول فيها دايما بلاش تسرع. طب ايه رأيك مدام منار، احنا عندنا نادر من سوهاج نخليه يحللنا الإجابة. يلا يا نادر اتفضل. يلا قولي له الو. الو ايوه يا نادر اهلا ازيك. اهلا اهلا تمام. ممكن اجاوب معكم؟ اتفضل اتفضل يا نادر اتفضل، قول 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 اجابتك. هتبقى كامل رقم 5. هتبقى كامل جوي او فوتبول. طب كامي انا هعلم لك الاجابه هي نادر. بص حبيبي انا هعلم لك على الاجابه زي ما انت قلتها بالظبط، كامي جوي او فوتبول. اه تمام كده، انت دلوقتي اخترت مظبوط. آه بس تمام. انا عايز اقول لك ايه رايك نرجع للدوكيومون عشان انت كده تسرعت في الاجابه، ايه رايك؟ ماشي تعالى كده نرجع بص للدوكيومون. ايوه بص كده في الدوكيومون بيقول لي ايه، بيقول لي بص كامي بتقول ايه؟ كامي جيم لو فوتبول، جيم لو فوتبول، وبعدين ميم سي جو نو لو براتيك با دي تو. يعني ايه الجمله دي يا نادر؟ ولكن انا لو مارسنا. لا بص انا عايزك ايه تكتب التعبير ده عندك في الكاية اللي قدامك، كلمه ميم سي عشان دي تعبير مهم جدا جدا في الدوكيومون. تمام. ميم سي دي معناها حتى ولو، يعني حتى ايه؟ حتى اني، يعني ميم سي رغم اني جو نو لو براتيك با، ان انا ما ايه ان انا ما بمارسهاش ابدا. يعني خد بالك ان هنا في فيرب براتيكي يعني يمارس، والسؤال كان قايل ايه؟ قايل ام ولا قايل جوي؟
بص الكيستيون اهو، بص الكيستيون اهو اجيبه لك اهو اهو. كمية هي بتقول ايه بقى؟ الكيستيون بيقول ايه؟ جو. طب جو دوت، هل جو ده يساوي ام؟ يعني لما حد يقول انا جوجو وفوتبول، هل ده يساوي جيمل وفوتبول؟ لا طبعا. برافو عليك. لا طبعا. ليه؟ لان انا ممكن بحب الفوتبول ولكن ما بمارسهاش، صح؟ تمام. فبالتالي هو هنا لو فرير دو كامل يبقى ايه؟ لو فرير دو كامي. تعال نرجع كده للدوكيمون وقرا لنا كده الجمله اللي هي فيها الاجابه. كامي بتقول ايه؟ كامي بتقول جيم لو فوتبول. ماشي، شكرا انها بتحب الفوتبول. ميم سي جو نو لو براتيك با، رغم ان انا ايه؟ ان انا ما بمارسهاش ابدا دي تو. سي مون فرير كي لو براتيك. يبقى هي دلوقتي اقرت ايه بقى؟ ان هو سي سون فرير كي لو براتيك. ونرجع للكيستيون تاني يا نادر. ادي كمية اهي اللي انت علمت. هنعمل ايه بقى دلوقتي يا نادر؟ نعمل ايه؟ نعمل ايه على الاجابه اللي انت علمت عليها، اللي انت قلت عليها علامه اكس و علامه اكس بالطريقه دي كده اهو. وبعدين نعلم على ايه بقى؟ لو فرير دي كامي دو كامي كامي. ماشي ماشي حبيبي، برافو عليك يا نادر ان انت تواصلت معانا. لو في عندك اي سؤال تاني خلاص خلاص قفل نادر. نشوف الكيستيون اللي بعده عشان نلحق ناخد اسئله اسئله معظم اسئله الاكزامان. بيقول لي بوندون لي فاكونس بولين فا او كلوب. بوندون لي فاكونس بولين، يبقى الموضوع عن مين بقى؟ الموضوع دلوقتي بيتكلم عن بولين. وقلنا مدام منار ان لما يجيب لي سؤال خاص باي شخصيه او باي مكان نرجع سهل عليه. جدا نرجع عليه ونشوف بولين فعلا نشوف هي في الفاكونس بتروح الكلوب شاك سمين ولا شاك جور ولا تخوا جور باغ سمين. طبعا انتوا عارفين كلمه شاك معناها كل، شاك سمين كل اسبوع، شاك جور كل يوم، تخوا جور باغ سمين. وانا متاكد ان كل الطلبه اللي قاعدين بيسمعونا دلوقتي وبيشوفونا ان كل الكلمات دي عارفينها طبعا، بس انا بحب اكد على فهمك للكيستيون عشان لو في حد في كلمه مش عارفها يبقى ما يضيعش عليه فرصة الإجابة على السؤال. نرجع تاني لبولين ونشوف هي ترى بتروح الكلوب في الفاكونس كام يوم. ادي التكست اهو، ادي هنشوف بولين هي اخر طبعا واحدة بتقول ايه بقى. بوندون اهو الكلمة اللي انا هعلم عليها دي. بصوا بوندون اهي، بوندون لي فاكونس. بصوا شاك جودي جو في او كلوب، دي حته فيها انتليجنس شويه، لفه حاجه بسيطه مش جامده، مش انتليجنس قوي. لا طب ما حاجة ايه رايك بسيطة. طب ايه رايك قولي الو الاماني من الفيوم. ايوه اماني، الو ايوه اماني. سمحت انا كنت عايزه اسال، الصوت مش واضح يا اماني. ايوه اتفضلي علي صوت. اتفضلي. لو سمحت كنت عايزه اسال على نظام البوكلت الجديد. اتفضلي. طيب حضرتك طبعا كل رقم ليه عيوبه وليه تمام، ليه عيوبه وليه مميزاته. ماشي قولي اللي انت عايزاه. ماشي. ايوه اماني، والاتصال اتقطع واضح. الو طب حاولي تكلمينا تاني. الو سامعاني يا اماني؟ اتفضلي. ايوه اسالي حضرتك. اسالي. طيب بالنسبه لنظام البوكلت بالنسبه ليه عيوبه وليه مميزات. عيوبه ان هو يعني ازاي هجاوب على الاسئله. يعني احنا عندنا في المدرسه، في المدارس الحكوميه طبعا حضرتكم تعملين برنامج اللي هو مدرسه على الهواء منعا للدروس الخصوصيه. تمام. تمام تمام. طب احنا دلوقتي انتوا حضرتكم بتتكلموا على نظام البوكلت، طب احنا لازم احنا كطلبه عايزينه اجباري، عايزينه يعني حاجه نمسك ورقه وقلم ونكتب بيها. طب احنا لحد دلوقتي في المدارس عندنا مفيش حد يعني من الموجهين كل اللي كده يقول لنا نظام البوكلت يا اما يعرضه لنا على التبوره الالكترونيه. طب كده احنا يعني احنا انا كطالبه انا كلمت حضرتك انا دلوقتي متوتره جدا. طيب لا يعني ما تتوتريش. ثانيه يعني هقول لحضرتك ازاي. يعني انا عايزه حاجه كتابه يعني على طول. طب انا كده بضطر عملي، يعني انا بضطر ان انا اروح للدروس الخصوصيه علشان يعني يمتحنوني امتحان شامل كتابه، يبقى انا كده ما عملتش حاجه. يعني احنا دلوقتي
المفروض الاداره التعليميه المفروض ان هي دلوقتي تكون موجوده عندنا، يعني للمدارس اللي هي تبقى مسؤوله ان هي يعني تعمل لنا نظام البوكلت. اولا نظام البوكلت جاي متاخر جدا. استاذنك يا مسيو خالد في حاجه بعد اذن حضرتك. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. اماني احنا اول ما قعدنا قلنا ايه؟ قلنا ان وزاره التربيه والتعليم بتقدم البوكلت او نماذج من اشكال متعدده للبوكلت على موقع وزاره التربيه والتعليم. اظن ما فيش طالب في جمهوريه مصر العربيه ما بيفتحش نت. تمام. ما يعني انا مش متخيلاها. تمام. طبعا تمام. بغض النظر عن المدرسين عن الاداره يا اماني عندك هم طبعا يعني اساتذتنا، لكن انا كل بقوله لك اقعدي على موقع وزاره التربيه والتعليم، ده بننزل اسبوعيا. انا مش عايزه اقول يعني مش كل ماده لوحدها، لا انت هتلاقي اسبوعيا كل المواد. تمام. كل المواد منزله نماذج. احنا اول ما قعدنا قلنا كده، انا مش بعتمد على المدرس بتاعي، انا لقيت معلومه افتحي النت موقع وزاره التربيه والتعليم، افتحي موقع القناه عندنا هتلاقي البوكليت نازل. تمام. تيجي حلي. ماشي تمام انا مؤيد حضرتك ماشي، بس احنا كثانويه عامه برضو ما فيش وقت، يعني مثلا بيقول لك الوقت كثيف ان انت تصحى في انه يقطع يعني في انه يقطع. تمام تمام. اماني هتعملي داونلود؟ طب تديني تديني فرصه ارد عليك يا اماني بكلام يريحك. انت سامعاني دلوقتي؟ بصي حبيبتي انا يعني انا بكلمك كموجه عام، حضرت اجتماعات رسميه طبعا على عن طريق شبكه الفيزيو كونفرنس، وطبعا كان اللي بيقود هذا العمل الاستاذ دكتور رضا حجازي طبعا مدير قطاع التعليم العام، وعملنا اكتر من لقاء واكدنا كل المحافظات كانت على شبكه الفيزيو كونفرنس حاضره وبتدون الكلام اللي بيتقال. وانا بقول لك انا بقول لك كلام مسؤول، وانا مسؤول عن كلامي دوت جميع المحافظات. بس انت عشان انت ما تابعتيش شويه انا هقول لك هتعملي ايه دلوقتي بالظبط، بس توعديني ان انت هتعملي الكلام ده اللي انا هقوله لك. هي بتقول متوتره هي حرام. انت متوتره. انت هدي نفسك المساله، صدقيني انت محظوظين السنه دي امتحان. صدقيني ان الشكل الجديد هيوفر معاكم وقت كتير جدا، وهيوفر معاكم لغو كتير في الكلام، وهيوفر معاكم حاجات كتيره جدا، والاسئله هتبقى مباشره والدنيا هتبقى كويسه جدا. ثقي في الكلام اللي بقوله لك دوت. انت بقى تعملي ايه؟ التعليمات اللي احنا اخدناها تمام في الاجتماعات اللي احنا حضرناها استاذ دكتور رضا حجازي، انه جميع وكلاء الوزاره في جميع محافظات الجمهوريه خدت البوكلت دوت وصورت منه نسخ ووزعته على المدارس. المدير المدرسه، انت بقى تروحي لمدير مدرستك تقولي له بعد اذنك يا فندم انا عايزه مدرس عشان يحل معايا نماذج البوكلت اللي حضرتك هتصورها لي. تعرفي تقولي كده؟ اصل هم عندنا ماشي، انا مع احترامي لحضرتك برضو يعني الكلام على عيني وعلى راسي ماشي تمام، بس احنا عندنا المدرسين يعني على فلاشه وعلى السبوره الالكترونيه. تمام. انا عايزه الكلام ده يدوي اكتبه بايدي. كويس. هفهمك برضو هتعملي ايه؟ هتطلبي من مدير المدرسه بعد اذن حضرتك هات لنا بس نسخه، واحنا الطلبه كلها هتصوره من بعض. يعني بصي في حلول كتيره قوي قوي، ما فيش اي مشكله خالص، فالدنيا هتبقى سهله. سامعاني؟ طيب عشان الوقت عليكي في التليفون كتير اسمعينا من التلفزيون، انا هرد عليك هنهي معاك النقطه دي. انت من حقكم يا جماعه، الوزاره عامله مجهود خرافي في هذا الموضوع، كلفت كل وكيل وزاره في محافظته ان هو يطبع البوكلت، وكل مدير مدرسه بيكون عنده نسخه من كل ماده، ومدير المدرسه بيصور للطلبه بتاعته، ومدرسين المدرسه مسؤولين وملزمين ان هم يحلوا النماذج دي مع الطلبه زي بالظبط امتحان ثانوي عام. والمواجهين يا فندم نسيتنا. والمواجهين طبعا نسيتنا. لا طبعا في قوافل للمواجهين طبعا أكيد. هي دي تمام. احنا عاملين قوافل تعليميه زي القوافل التعليميه اللي بتعملها وزاره الشباب والرياضه بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم. احنا في محافظتنا مثلا على سبيل المثال محافظه الاسماعيليه، ان شاء الله في الفتره اللي جايه هيتعمل قوافل تعليميه مكونه من اكفأ موجهين ومدرسين على مستوى المحافظه،
وهيحلوا النماذج دي مع الطلبة، ما فيش اي قلق. انتوا تروحوا يعني، بصوا يا جماعة عايزين ان نكون في ايجابية، يعني انا ما اقعدش في البيت واقول ما حدش حل معايا حاجة. انت ما تعتمدش على الدرس الخصوصي ولا مدرس الدرس الخصوصي، انت روح مدرستك وطالب بحقك، روح مدرستك وطالب بحقك، قول انا عايز مدرس يحل معايا نموذج البوكلت. هتلاقي جميع المدرسين بالنماذج قدامك، لان دي تعليمات ما حدش يقدر يخالفها. بشكرك جدا جدا، ونرجع تاني للامتحان. طبعا موضوع شائك والطلبة متوترة، لما فيش توتر ابدا، ايوه فيش سبب للتوتر، لما يعرف حقهم فين الدنيا هتبقى كويسة. انا عايزة بس اي طالب يجيب ورقة من امتحان سابق، تمام، وورقة نظام البوكلت اللي احنا عاملينه، هيلاقي نفس الاسئلة نفس لا انا عايزة يبص حتى النظام البوكلت مريح حتى للعين بالظبط. يعني عايز اقول نفس يعني المعايير بتاعتنا دي جديده السنه دي، هيجيب ماده تانية هيلاقي أيوة. نفس المعايير ونفس كل حاجه، بس هو الاطار بس اللي اختلف. الورقه بقت مريحه اكتر، يمكن حتى انت لما تمسك الورقه كطالب هبص على نفسك، فكرك منظم، الجمله دي ابص فوق، الجمله دي مع الدوكيومون مع المناقصه، هتبص الدنيا ايه سهله، تمام. مش زي الورق القديم او تمام. مش زي النظام القديم بالظبط كده. طيب نرجع، ايه رايك نرجع تاني للامتحان نشوف الكيستيون. طبعا كان معانا من الفيوم احد الطلبة، كان بيتكلم، كان عرف دلوقتي ازاي يتعامل مع الخطأ. ايوه، وعدينا على السؤال اللي هو بيقول pendant les vacances Pauline va au club، يا ترى chaque semaine ولا chaque jour ولا 3 jours par semaine، يا ترى ايه نقطة الذكاء في الحتة دي؟ انت قلت لي مش ذكاء قوي يعني، يعني هي نقطة حاجة بسيطة، هي لو تعرف يعني مش هو مش ذكاء خارج، بس هو عايز ايه، عايز انتباه، حاجة بسيطة جدا برضو. حوص في الدوكيما هلاقي كلمة ايه بالزبط. بالزبط بالزبط بيان. ادي في الجزء الاخير اهو بيقول شاك جودي، انا هعلم عليها اهو، اي شاك جودي يعني كل خميس، معناها كل خميس يعني شاك سومين، أيوة. كل اسبوع، مش شاك موا ولا شاك ولا شاك جوغ ولا 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 اون سول فوا بار سومين، بالظبط هتبقى على طول اون سول فوا بار سومين، تبقى شاك سومين يعني سمين. كل اسبوع، طالما قال لي شاك جودي ادي الاجابه المظبوطه. بعد كده الكيستيون خلص، الكيستيون بتاعه الدوكيمون الاولانيه خلصت، جينا للدوكيمون الثانيه، يا رب يكون عندنا وقت للدوكيمون دي، مش عارف مخرجنا الجميل هيقولنا عندنا قد ايه. طيب ان شاء الله هنلحق نقراها، أيوة. 10 دقايق هنلحق نقراها ان شاء الله. بيقول لي باري لو 3 ديسمبر 2016، شير امي بونجور دو باري او جو باس اون سيمين دو فاكانس، لو باردون لو تان اي مانيفيك اي جي بوكو دو شوز ا فير سو سوار، جو سويز الي faire des courses pour le pique-nique de demain. Malheureusement, la semaine est très vite passée. Je rentre après deux jours à Nice. Est-ce que tu as des projets pour le nouvel an? Mes amis et moi organisons une soirée le 31 décembre à partir de 19h. Tu viens, je t'attends, Martine. طبعا كده الدوكيمون خلصت، ونيجي نشوف على طول كده في الكيستيون. بيقول لي مارتين اكري سيت لتر دو باري، اول كيستيون ده بنسميه كيستيون دو سنسيبيليزاسيون، معناها طبعا انه الكيستيون بيجيب العام فالاخص، أيوة. يعني بيشوف الدوكيمون دي عباره خالص عن ايه. برافو، تمام. فبالتالي هنطلع فوق كده هنلاقي فعلا هو هي بتكتب من باري اهو، انا علمت على الاجابه فوق في الدوكيمون. نرجع تحت نعلم سيتون لتر، ايوه بتبتدي من اول كلمه موجوده في اللتر في الدوكيمون عندي باري، وجنبها ايه بالظبط، بيجيب له الفيل وبيجيب له الدات جنبها، فبنعرف ان هو بيكتب منين، تمام. فبالتالي مارتين اكري سيت لتر دو باري، طبعا الاجابه هتبقى فري، ادي الاجابه مظبوط اهي. وبعد كده الكيستيون نيميرو 2 بيقول لي مارتين انفيت son ami à faire un pique-nique avec elle. طب يا ترى invite يعني ايه verb inviter مدام منار؟ inviter invitation، faire l'invitation، يدعو، très bien، يدعو son ami à faire un pique-nique avec elle. يا ترى هل ده vrai ولا faux؟ نرجع كده للدوكيمون وهنشوف كلمة بيكنيك موجودة فين.
هنلاقيها بالظبط في السطر الثالث. ناخد كده الجملة من أول: le temps est magnifique et j'ai beaucoup de choses à faire. Ce soir, je suis allé faire des courses pour le pique-nique de demain. Malheureusement, la semaine est très vite passée. Je rentre après deux jours à Nice. Est-ce que tu as des projets pour le nouvel an? طبعا يا شطار, نوفل ان دي معناها ليلة رأس السنة. يعني ليلة رأس السنة دي طبعا هتبقى بعيدة خالص عن البيكنيك طبعا, فبالتالي الإجابة هتبقى فو. نعمل كده, نرجع تاني. الكيستيون جاية فري وفو فقط. بالظبط, فري وفو فقط. يبقى احنا هنا هنقول ان دي هتبقى فو, لانه اللي هي بتدعيها على النوفيلان مش على البيكنيك. مش على البيكنيك, تمام. ثالثاً كيستيون: مارتين va rentrer dans une semaine à Nice. مارتين va rentrer dans une semaine. برضو السؤال ده انا شايف ان في ما نستعجلش فيه. ما نستعجلش فيه, لانه لازم تحسب لازم تحسبه يا جماعه في الدوكيومون. كل سؤال ترجعه بسرعه, لان الدوكيومون صغيره يعني مش هتاخد فيها وقت ان انت تدور على الاجابه. لازم تحسب اي حاجة فيها ديوري, فيها مدة, فيها تاريخ, فيها ساعة, ها فيها قبل وبعد, فيها زي ما قالت مدام منار من شوية اللمو ايه لو كونتخير, يعني الكلمة وعكسها, الكلمة واللي بيساويها. كل ديات ادوات للإكزامينتور, للممتحن ان هو يحط سؤاله عليه. فاحنا دلوقتي مطلوب مننا نحن نعرف مارتين فا رونتري هترجع في خلال اسبوع لنيس, وي ولا نو. نرجع كده للدوكيمون, هنلاقي الدوكيمون كلها بتبين فعلا انه هي بتقول لاسمين. بصوا, لاسمين اي تري فيت باسي, يعني عدى كده ايه بسرعه. ده يدلنا على انها فعلا قضت اسبوع واحد بس في باري, وبعد كده هتروح نيس. يبقى فعلا الريبونس ان هي قضت مارتين va rentrer dans une خلال اسبوع انيس. يبقى الاجابه فري. نرجع او نشوف الكيستيون سويفونت. بيقول لي ان ديسمبر في شهر ديسمبر il fait beau temps à Paris. مدام منار, هو بيقول لي il fait beau. هل يعني انت تتوقعي كطبعا بيداجوج وطبعا ليكي باع كبير جدا في نماذج الامتحانات, هل الممتحن هنا هيحط له نفس اللفظ؟ هل شرط انه يحط له نفس اللفظ الفيبو؟ يعني لازم يلاقيها الفيبو ولا لازم يغير في هنغير فيها؟ برضو انا بقول انا مش حد كلمه ومعناها, يبقى ده دليل على الكلام اللي احنا قلناه من شويه. تمام. طب لو رجعنا كده للدوكيمون هنلاقي ايه الكلمه اللي موجوده في الدوكيمون بتبين لنا دوزيام ليني اهو. كلمة ايه بقى؟ مانيفيك. كلمة مانيفيك. يبقى لو تون اي مانيفيك, يعني الجو رائع. ايوه. انت ما تنتظرش بقى كلمة مانيفيك دي بقى في الكيستيون, اكيد هيغيرها لك للإكويفالون بتاعتها تسويها. اللي تسويها او حتى الكونتخير لو انت عايز, لو هو عايزك تعمل الاجابة غلط. طبعا دي هتبقى الفيبو اباري, طبعا اجابة فري, طبعا اجابة مظبوطة 100%. والكيستيون سويفونت بيقول لي مارتين فورا ان بيكنيك لو 24 ديسمبر. برضو هنا مدام منار 24 ديسمبر دي يعني المفروض انت تنصحيه يروح فين؟ برضو تاني الدوكيومون من اول سطر, لان حته في الدوكيومون, لان ده لتر وكاتب اول الفيل بلس لا دات. يبقى اول الفيل نشوف بيان, بعد الفيل بيبقى فيه دات. هيحسب بقى من الدات ده الحاجه اللي هو يعملها, الاكتيفيتي اللي هو يعملها دي, كاتب بعدها دوما ولا ابري دوما. هنعرف كل الكلام ده دلوقتي من الدوكيومون. اولا اللتر معمول في 23 ديسمبر, والبيكنيك هيعملها امتى؟ اهي قايل دوما, وانا الكلام ده انا بعلم اهو. ايوه ثوازيام ليني دو دوما. يبقى بالتالي الاجابه لما يقول لي مارتين فورا ان بيكنيك لو 24, يبقى الاجابه مظبوطه, لان سي فري, لان هو كتب الخطاب لو 23. تمام, ده الكلام اللي احنا بننصح بيه, احنا ننتبه للتواريخ. طب الكيستيون سويفونت بيقول لي
Martine a fait des courses pour la soirée du 31 décembre. Martine a fait des courses. طبعا انتوا شطار عارفين يعني فير يعني ايه فير دي كورس يعني فير دي شوبينج يعني يعمل فير دي زاشا فير دي زاشا برافو بور لا سواري دو دو 31 ديسمبر هو ما ذكرش 31 هو ذكر ايه لو جور دو لان ده الكلام اللي بنقوله يعني يبقى هنا نعمل حسابنا على ان الكلمه اللي موجوده وده عندنا اخر سؤال عندنا هنقوله لو 31 ده يا شطار اللي هو الجور انا اكتبه اهو جور دو لان اللي هو الكريسماس اللي هو ليله راس السنه طب تعال نشوف الكلام ده مظبوط الكلام ده مظبوط ولا لا ادي الدوكيومون اهي هي بتقول ايه بقى بتقول اسكو تو يا دي بروجي هي عملت كورس فين في انهي ليني بالظبط قالت جو سويز الي فير دي كورس بور لو بيكنيك مش بور بيكنيك دو دومان ايوه مش بور لو جور لو جور دو لون فبالتالي أيوة. الاجابه دي هتبقى فو لان الفير دو كورس مش للسواري جور دو لون لكن للبيكنيك طبعا الاجابه هتبقى فو وبالشكل دوت كده احنا خلصنا الدوكيمون الثانيه على وعد ان شاء الله طبعا إن شاء الله. مستمرين في حل هذا الامتحان النموذج وان شاء الله هناخد برضو اكزامبل عشان عايزين نقول لهم يا جماعه دليل التقويم برضو وزاره التربيه والتعليم نزلته على الموقع الرسمي الموقع بتاعها الرسمي. احنا عندنا دليل التقويم اهو موجود وعندنا كمان نماذج البوكلت نازله مفيش اي عذر كل حاجه موجوده واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الحلقه دي جو فو ريميرسي مدام منار طبعا كنت منورانا النهاردة وإن شاء الله في الحلقات الجاية يبقى في شغل مشترك بإذن الله إن شاء الله نفيد بيه الطلبة في كل أنحاء جمهورية مصر العربية الوطن الحبيب شيخ زميل جو فو ريميرسي بوكو داتيري فوتر اتونسيون ميرسي أو رفوار